علاوي، شلون اكتشفت نفسك انه انت مصاب بفيروس كورونا؟ انا داوم دائري، فصارت اشكالات، قالوا خلينا نسوي فحص عام، دزوا اسامي لازم تجون. فحصنا يوم جمعه، ما اعرف تاريخ بالمضبوط يعني يوم كان تاريخ، ففحصنا. انا ما يعني ما متواجد دائما بالدائره، اعراض ما عندي ابد، ما متوقع انه انت اصلا مصاب ابد ابد، كلش ما عندي، لا كل شيء اي تاثير ما. فقلت خل افحص، جيت فحصت يوم جمعه، قالوا فد يومين يطلع، طلع الاثنين الصبح بوزيتيف. مستشفى شيخ زايد، انا سكني من الكرخ، فخابروني قالوا بوزيتيف، اقعد بالبيت. ما عشان زين انا ما عندي اعراض. زين الاهل شو تقول لهم؟ اطفالك عائلتك؟ ثاني شيء هوسه راح تصير. فقلت يلا اوكي، شنو المطلوب مني؟ قالوا تحجرون نفسكم. انا عندي قرايبي يداوم باليرموك، فانا مسكنت الكرخ، قلت خله خابره. فانا من اجوا فحصونه جماعه الشيخ زايد، اخذوا مال بلعوم بالعمر من فحصه، وانا ما مقتنع بيه، بس سويت صورتهم ودزيتها لابن عمي. ابن عمي بالاعلام مالي اخذوا دم وبلعوم، ما اخذوا لا لا, لا لا فقط بلعوم، انا الوجبه كانت بلعوم فقط. دزيتها لابن عمي، قال هالفحص غلط، اذا طلع 50% صح اغسل ايدك من يمه، ما راح يطلع صح. فانا قلت انا ما راح، كلش ما ملتقي وما عندي اعراض، فاكيد ما راح يطلع بيه، ما راح اتفحص باليرمك. طلع الاثنين بوزيتيف، رحت الاربعاء الصبح رحت فحصت مال الانف، قالوا اضبط شيء الانف تمام. رحت فحصت الخميس، طلع نيجاتيف، ما مصاب، ما مصاب ولا اي شيء. زين سالت ثاني، اسال هو يعني هسه اي واحد بوزاره الصحه اذا ساله راح يقول لك شيخ زايد يا روح له، قالوا له بوزيتيف. يعني معقل مال المصابين يا اللي يروح له، دزلهم هسه 50 واحد 49 بوزيتيف واحد نيجاتيف مستمرين. ليش؟ والله انا سمعت بيه انه اكو نسبه ياخذون من وزاره الصحه الماليه، الفاتحين نثريه مفتوحه، فاربع ملايين كل شخص اللي ادري بيه، بحيث هسه الاسماء جاي تيجي من شيخ زايد بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. بعد رحت اليوم فحصت مال الانف، قال كش ما بي، مو اني رحت، اني واخويا والعائله كلها كش ما ولا واحد بوزيتيف. زين تؤمن بوجود كورونا لو ما تؤمن؟ لا شلون ما أمن؟ هاي الحالات الجاي تصير، بس انت تقول انا ما بيه. انا قلت قلنا يقول مناعه وما اعرف شنو. زين احنا مجموعه يمكن 13 واحد، قالوا انتم بيكم. رحت خابرت رجال عندنا كلش كبير سكر وضغط، خابرت يابا شلونك الله يساعدك شو اخبارك؟ قال والله كل شيء ماكو. قلت زين هاي كورونا انت صحتك شوي عمر كبير هاي؟ قال ابد. عوفناك واحد من غير وسط هم متمرض، هم واحد يقول له التهاب لوزتين، واحد يقول له عندك التهاب بالامعاء، واحد ما عشان اخي تراك شمالي، و15 يوم بالحجر يطوا اوميجا 3 وبنادول يوميه. زين انت اخذت علاج؟ كل شيء ما اخذت، فيتامين سي هيك جبته، لان ادري بماك شيء. بس انت قاعد ببيتك ما جاي تطلع لو هم تطلع؟ لا 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 جاي اطلع حياه طبيعيه ماك شيء. يعني انت حياتك طبيعيه عادي؟ انا من طوني اياها بوزيتيف المستشفى مال الشيخ زايد ظليت بالبيت. حجرت نفسك؟ حجرت نفسي، طلعت رحت لليرموك فحصت ورجعت هم حجرت نفسي. بس من طلع نيجاتيف ايش عندي بعد؟ ماكو شيء. طلعت رجعت داومت. ما رجعت للمستشفى قلت لهم يابا تعال؟ لا ايش ارجع؟ هسه وبعد تروح لهم هسه اذا اروح افحص حيقول لي بوزيتيف.